حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج يمن ترند. سنكون معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من خلال مرور على مواقع التواصل الاجتماعي واختيار اهم ما تم تداوله في هذه المواقع خلال اسبوع كامل. اهلا بكم. في ظل الأزمات الكثيرة التي تعصف بالمواطن، انقطاع الكهرباء، انهيار العملة، ضعف الرواتب وغيرها من الأزمات، تشهد عدن وتعز وغيرها من المحافظات أزمة في سعر الروتي. ففي عدن أغلقت الأفران أبوابها احتجاجا على انهيار العملة ومطالبة للسلطات برفع سعر الروتي بما يتناسب مع سعر الصرف، حيث أن المواد المستخدمة في صناعة الروتي ارتفعت أسعارها ووصل سعر القرص الروتي في عدن إلى 100 ريال في وسط استنكار كبير من المواطنين. أما في تعز مشاهدينا الكرام، فقد حددت السلطات المحلية في تعز سعر قرص الروتي الواحد ب60 ريال، وسعر الثلاث الأقراص ب200 ريال، وسعر الكيلو ب1400 ريال. لقى هذا التحديد ردود فعل واسعة بين المواطنين في محافظة تعز وأيضا في محافظة عدن وغيرها من المحافظات التي ارتفع فيها سعر الروتي، كما قلنا بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع المواد المستخدمة في صناعة الروتي. الكثير مشاهدينا الكرام من ردود الفعل والتعليقات حول هذا الارتفاع لسعر الروتي سواء في محافظة تعز أو في محافظة عدن. وخلونا مشاهدينا الكرام نشوف أول تعليق، وهذا التعليق هو لأسامة سويد. يقول: بينما تقوم بعض الدول بطلاء الأسفلت باللون الأزرق لمقارعة تخفيف الحر، طبعا هو يتحدث عن قطر، تقوم السلطة المحلية في محافظة تعز بإنجاز تاريخي ويحتفلون فيه، وهو تحديد سعر الروتي ب60 ريال للقرص الواحد. تعليق آخر مشاهدينا الكرام حول أزمة ارتفاع سعر الروتي في عدن وفي تعز، خلونا نشوف هذا التعليق. طبعا هذا هو رد من جمعية المخابز والأفران المهنية، تقول: تحية طيبة. وبعد اليوم تم إضراب شامل للمخابز طبعا في عدن بسبب ارتفاع العملة وعدم ملاحقة الأسعار الأساسية للإنتاج. المخابز تمر بأزمة قوية جدا، سعر الروتي من 2022 إلى يومنا هذا بنفس السعر بالمخابز الآلية من ناحية فروق سعر الصرف وفروق سعر المواد الغذائية، وهذا شيء مذكور من قبل الجمعية بالتفصيل. وفوق كل هذا الضرائب، الواجبات، التراخيص ترفع سنويا على المخابز، وعندما صاحب المخبز يخاطب السلطات المحلية لا يجد حلول مناسبة سوى المماطلة والمواعيد. للعلم هناك مخابز قفلت وموجودة بالاسم لم تستطيع الملاحقة، يعني ملاحقة الأسعار، وباقي المخابز إذا لم تجد حلول أيضا سيتم إفلاسها وإقفالها. على السلطات المحلية التعاون مع المخابز وعدم التعسف بهم. يعني طبعا هذه كانت جمعية المخابز في عدن، ونشوف مشاهدينا الكرام بقية التعليقات. هذا التعليق هو لأشرف محمد. أشرف محمد يقول: أغلب مخابز عدن أغلقت أبوابها أمام المواطنين، والسبب بأنها تشتي تفرض قيمة القرص الروتي بسعر 100 ريال بسبب ارتفاع العملة المحلية. لا المواطن مخارج معه ولا مخارج أيضا مع صاحب المخبز. وختم هذا المنشور بسؤال: من يتحملها؟ هكذا مشاهدي الكرام كانت التعليقات حول ارتفاع أسعار سعر الروتي في محافظة تعز وعدن. خلونا مشاهدي الكرام نشوف تعليق، وهذا التعليق هو للصحفي عدنان الأعجم. يقول: أصبح الوضع مثل فطور أواخر رمضان، كل يوم حاجة تختفي، أولا الكهرباء ولحق العملة وبعدها الروتي.
تتميز بلادنا بالعديد من المواهب في شتى المجالات، والذين رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد إلا أنهم يحفرون في الصخر وبإمكاناتهم المحدودة استطاعوا أن يحولوا طاقاتهم وإبداعاتهم إلى واقع ملموس. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام، الطالب عبد السلام الوالي من أبناء محافظة شبوة يدرس في ثانوية بيحان يصنع ريبورت بإمكانيات بسيطة، أسمى هذا الريبورت الكفاح. خلونا مشاهدينا الكرام نشوف هذا الريبورت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا طالب في ثاني ثانوي في دراسه الثانويه بيحان، اقدم لكم هذا الاختراع من اختراعي ومن مجهودي، ولله الحمد اليوم تحفه واعرضها عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. عليكم السلام. كيف حالك؟ عشان تكون بخير. الحمد لله بخير. ماذا تقول للجميع؟ طفلة حنين مراد القطوي، طفلة مثابرة ومجتهدة من أسرة فقيرة تسكن في حي السنافر بعدن، تحوز دائما على المركز الأول في مدرستها كل عام. بذلت كل جهدها لتحوز المركز الأول هذا العام، لكن درجتين حالت بينها وبين المركز الأول. عادت حنين القطوي التي تبلغ من العمر 11 عاما من المدرسة والحزن يكسو وجهها، وألقت بنفسها من الدور الخامس في العمارة التي تسكنها إلى الأرض. ودعت حنين أباها قبل انتحارها قائلة: سامحني يا أبي، إني نقص درجتين وما قدرت أجي الأولى، قبل أن تلقي بنفسها إلى الأرض. من مشهد صعب مشاهدينا الكرام، والأب في حالة ذهول وهو يحمل جثة طفلته وهو يجري مفزوعا يبحث عن سيارة توصله إلى المستشفى. وصلت حنين إلى المستشفى جثة هامدة، فيما لا يزال والدها مصدوما مذهولا وجميع أسرتها في وضع نفسي سيء. رحمك الله يا حنين وجعلك شفيعة لوالديك. صلاح الرعوي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم دروسا باللغة الإنجليزية رفقة أولاده بأسلوب تمثيلي مميز. لاقى مشاهدينا الكرام هذا الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي للطريقة والقدرة الفائقة للأب والأبناء في نطق اللغة الإنجليزية وأيضا إيصالها إلى الناس. Get away, I don't wanna hurt you. Can you see me? Touch me. Get away, I don't wanna hurt you. Can you see me? Touch me. You are a small boy. Get away, I don't wanna hurt you. Get away, I don't wanna hurt you. Get away, I don't wanna hurt you. Y'all, I sent everything. I sent everything. Don't pretend that you don't know what's going on. How many times I told you life? You don't have to be like that.
and I don't want to hear that. That really bad. That really bad. I'm not gonna advise you every day about that. How many times I told you, like, be one hand, help each other. They don't have to be like that. I'm so sorry. You know what? I'm not gonna talk to you for 1 week. You and you. Because I don't like that at all. Do you see how I respect your uncle? Do you say that? Do you say that? Yes. So you have to be like me. Respect. You pretending that you look fine and you're not. تعيش عدن صيفا حارا وأياما صعبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، معاناة مستمرة ومتكررة في كل صيف. مناشدات للجهات المعنية لوضع حلول تخفف عنهم هذه المأساة. الفنان جمال حميدو من أبناء محافظة عدن ينتقد وضع الكهرباء بطريقته الخاصة. من الصباح في الشارع حمى وضيق، مشتري من الشارع على الطريق، والدنيا كلها طافية والناس في بيتها نايمة، والصيف عاد وحان والكهرباء الآن باطل تطفي وتنسي، والمواطير تروح وتجي تروح وتجي، والشاهينة زلان خرقات والحسوة عاد راقع، والكهرباء تطفي تطفي وتنسي. قرعة وراء قرعة، عشر سنين طاقة شمسية وشاحن ولتارين، والدنيا كلها طافية والناس في بيتها نايمة، والصيف عاد وحار والكهرباء الآن باطي تطفي تطفي وتنسي، والمواطير تروح وتجي تروح وتجي، والشاهين خرقات والحسوة عاد راقع، والكهرباء تطفي تطفي وتنسي. الكهرباء انطفت طفت ونصت، والبترول كمل بالمحط كمل بالمحط، والشاهينة خرقات والحسوة لا 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 لا، زادوا علينا من زمان الكهرباء الآن. حرب إبادة مستمرة يشنها العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة في ظل صمت دولي كبير. هذا طفل من أبناء غزة استشهدت عائلته كاملة، يتمنى أن يلحق بهم إلى الجنة. قاعد لحالي، استشهد كل عيلتي مع دانا متصاوب. أنا حافظ من كتاب الليل الكريم 14 جزء. كنا نروح نطلع على المطعم، نروح نزور أصحاب بابا، كنا نروح الشاليهات كيف. اشتقينهم كثير، لما ابوي واخواتي. نفسي
يفزروا معهم على الجنة. صوابت في وجهي انحرق وإيدي انحرق وظهري انحرق، بحتاج علاج ودواء عشان أتحسن وطيب إن شاء الله. نفسي أرجع المدرسة وأكمل دراستي وأكمل وأجتهد وأصير الأول على القطاع. أظن أكمل طريق أبوي وأدعي لهم، أظن أروح أزورهم وأكبر إن شاء الله وأطلع مهندس زيه. استمراراً للجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، يقتل الأطفال والنساء، لا يفرق بين مقاتل ولا يفرق بين صغير ولا كبير. مجزرة بشعة مشاهدي الكرام ارتكبها العدوان في رفح، حيث قصف مركز نزوح لوكالة الأونروا بأكثر من 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة أكثر من 2000 رطل، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العشرات والعديد من الإصابات الخطيرة. مصادر فلسطينية محلية فادت باستشهاد ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة آخرين جراء استهداف غارة صهيونية خيام للنازحين قرب في رفح. يا مدرك الثارات أدرك ثارنا واحفظ على أولادنا أخبارنا، إذا اعتبرنا الموت ضيفا زارنا قمنا وقدمنا له أعمارنا، وما استشرناه ولا استشارنا نختاره من قبل أن يختارنا. يا مدرك الثارات لا ترضى الديح في المسجد الأقصى، اذكر المصلية يرمون في وجه الجنود الأحذية، نعالهم على العدا مستعليا، قس المسافات وقل لي كم هي وكم علت على الخبيث نعليا. يا مدرك الثارات إن ثأر وجب جئناك فحكم في اليهود والعرب، في المسجد الأقصى دخان ولهب وفيه آلاف من الجند الجلب، يقتلون الناس من غير سبب، نحن ذو الموت إذ الموت انتسب، نحمي هواء السر من أن يغتصب، وقبتين من رصاص وذهب، إرث محمد بن عبد المطلب وإرثنا المأثور من أب لأب، نسير للموت كأننا في طرب، وقد صحبناه وطال المصطحب، إذا رأى الموت على البعد اقترب، وجره من النواصي للركب، وقال يا هذا تعلم الأدب واحفظ مقامات الرجال والرتب، نطلبه إذا توانى في الطلب، ونلحق الموت لحاقا إن هرب، فإن تعبنا فهو أيضا في تعب، نخجل إلا في الهوى وفي الغضب. إلى اللقاء. بكرة ببلادي حل سلام ويعم
الخير بكرة ببلادي يحل سلام ويعم الخير بكرة ببلادي يحل سلام ويعم تعبنا منها حرب ووجعها بالقلب ولا عرفنا الحزننا من دم لابد نلقى شمس والليل يرجع أمس ونعيش سلاما في سلام آه كم تعبنا منها حرب ووجعها بالقلب ولا عرفنا الحزننا نلقى شمس والليل يرجع أمس ونعيش سلاما في